السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا موديلات خاصة بالطرز المسلول اللي كيتخدم باليد. جمعت لكم اكثر من 40 موديل الخاصة بهذا الطرز هذا اللي هو الطرز المسلول. هذا الطرز هذا اللي كيتخدم باليد وكيطلبوا فيه الثمن، ما كنخدموش هذا الطرز ب 150 درهم ولا 400 درهم ولا 500 درهم. هذا الطرز هذا كيتخدم من 600 درهم للفوق، انا ما كنخدموش، ولكن هذا هو الثمن الطبيعي ديال هذا الطرز اللي هو كيتخدم باليد وكيشد الوقت بزاف وصعيب بزاف. كنتمنى اي خدمه كتخدم باليد فنعطيوها قيمه ونرجعوا شويه نوليو نعطيو لخدمتنا قيمه، لا ديال الرنده لا ديال المسلول لا ديال الطرز. اللي بغى يخدم شي حاجه فمرحبا، اللي ما بغاش هادو هما الاثمنه، يعني خاصنا نوليو نطلبوا اثمنه ونرجعوا القيمه للصنعه ديال اليد. فهنا غادي تلقاو بعض الموديلات هاد الطرزي هذا، غير باش نعطيكم فرق ما بين الطرز المسلول وهاد الطرز هذا. هذا المسوس كيتخدم بالماكينه ماشي باليد، هاد الشيء علاش حطيت لكم بعض الموديلات غير باش تعرفوا الفرق ما بين الطرز المسلول والطرز ديال الماكينه اللي هو الطرز المسوس. بالنسبه لهذا الموديل فهو الطرز المسلول هذا يعني كيتخدم باليد، وبالنسبه كيف ما قلت لكم المسوس راه كيتخدم بالماكينه وعاد كنبقاو نخدموا بديك الكاويه، عاد كنخدموا دوك العوينات. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا راه كيعرفوا الطريقه ديالو. اما هاد المسلول هذا فاش فكيتخدم باليد 100%، ما كنخدموهش نهائيا بالماكينه. وبالنسبه لهاد الطرز المسلول فهو بزاف فيه بزاف ديال الزواقات، كنقدروا نخدموه اي زواقه بغينا، نقدروا نخدموه اللون في اللون كيف ما نقدروا نخدموه، يعني جلابه تكون في لون وهذاك الطرز يكون بالوان مختلفه كيف ما بغينا كنخدموه. هاد الطرز اللي هو طرز راقي وزوين وما عمرو كيدي موضه، هو بحاله بحال الرنده ما كيدي موضاوش. اللي فاللي بغات تخدم شي جلابه تخدمها وهي مرتاحه، ما غاديش تخاف منه انه يدي موضه، طرز لي راقي. بالنسبه من الاحسن هذا الطرز هذا نخدموه ونخدموه معاه القفطان من التحت لحقاش يكون مشبك تيبين. من الاحسن الجلابه ديال المسوس تكون بالقفطان ديالها هكذا باش كتبان ان هذيك الجلابه مثلا ديال المناسبات، ما كنلبسوهاش لباس يومي، ديال المناسبات وفي نفس الوقت تتبين لها واحد، كتبين ديك الرقي ديال ديك الجلابه اللي كتكون بالقفطان. مثلا بحال هاد الجلابه بلو مارين فكتلاحظوا ان اولا هاد الجلابه اللي باللون الاسود كتلاحظوا ان القفطان كيبان، فبهاد الطرز هذا كنبينوا القفطان ما كيبقاش مخبي، وفي نفس الوقت فكنديروا شي حاجه من تحت داك الطرز اللي ما كيبينش لينا شنو لابسين من تحت، يعني كيبين القفطان وحنا اصلا القفطان بغيناه يبان. بالنسبه للقفطان نقدروا نخدموا التوب ديال القفطان، نقدروا نديروه يعني اللون في اللون، كي لون الجلابه كي لون القفطان، بحال هاد الجلابه مثلا اللي في هاد اللون الترابي، ونقدروا نديروا لون القفطان مزوق بحال هاد الجلابه اللي في الفيغ او. كنقدروا نخدموا ايضا القفطان بهاد الطرز هذا. بالنسبه لهاد القفطان راه داخل فيه الطرز التركي والطرز المسلول، ايضا هاد الجلابه فيها الطرز المسلول، ايضا هاد الجلابه كذلك فيها القفطان من تحت بالثوب المسلين. كاينه ايضا هاد الجلابه هادي اللون في اللون كيف القفطان كيف الجلابه. كاينه هاد الجلابه اللي جلابه بالبلو مارين والقفطان باللون الابيض. عندنا هاد الجلابه هادي بالقفطان، جلابه بتلبس من تحت اولا بالقفطان. كاين ايضا هاد القفطان هذا بالطرز المسلول، كاينه ايضا هاد الجلابه هادي اللي القفطان اللون في اللون بالرنده والطرز المسلول. كاينه ايضا هاد الجلابه هادي اللي نص طوق والطرز في الكمام. كنتمنى هاد الفيديو تلقاو فيه كاع الموديلات اللي كتقلبوا عليهم، الموديل اللي بغيتو مثلا ديال الجلابه ولا القفطان. فإلا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.